يسعدنا أن نستضيف الكاردينال لويس رافائيل ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم للحديث عن الأزمة المتواصلة بين الرئاسة العراقية والكاردينال وكذلك للحديث عن أوضاع المسيحيين في العراق اليوم. غبطة الكاردينال لويس ساكو، أهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم، نحن سعداء اليوم معكم. أهلا وسهلا. إذن هناك أزمة وتوتر بينكم وبين الرئاسة العراقية في عقاب سحب المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيينكم بطريركا على الكنيسة الكلدانية. ما أسباب هذه الخطوة من قبل الرئاسة العراقية؟ أكيدا لا توجد أزمة أو مشكلة شخصية بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية. كل ما هناك أنه هو سحب مني وحدي كرئيس أعلى للكنيسة الكلدانية المرسوم الجمهوري الذي مر عليه 10 سنوات، وهذا المرسوم يمتد إلى 14 قرن للبطريرك في بغداد زمن العباسيين والعثمانيين، وأيضا منذ الزمن الملكي إلى اليوم يعني. فهو سحبه في اعتقادي بضغط من ميليشيا إلى صبغة مسيحية. أنا من البداية رفضت أن يكون هناك ميليشيا مسيحية وتحتكر مقدرات المسيحيين وإلى آخره، كأنه هي وحدها تمثل المسيحيين، وهذه الميليشيا منظمة تحت لواء الحشد الشعبي. يعني يمكن القول أن الرئاسة العراقية تعرضت لضغوط من أجل إلغاء هذا المرسوم؟ لأنه لا يوجد مسوغ قانوني في الدستور، المادة 73 فقرة 7 مكتوب أنه للرئيس صلاحيات إصدار المراسيم، لا سحب المرسوم ولا تعديل المرسوم. تعديل المرسوم أو المراسيم هذا يعود إلى مجلس النواب يعني، أما سحب المرسوم ما هو كان في أيام صدور المرسوم الجمهوري بأيام الرئيس الراحل جلال طلباني، كان هو كبير المستشارين لرئيس الجمهورية، وبعده لا يوجد مسوغ أخلاقي، أنا لم أرتكب أي جريمة حتى يسحبه. مني كما ذكرت أنا زرته مرتين يعني، كان كثير زيارة مودة ولطيف، حتى طلب مني أن أتردد وإذا هناك نوع من النصح أنا أقوم به، لكن أنا كل قناعتي أنه هناك تأثير سياسي من هذه الميليشيا، وقد يكون أيضا من غير حتى لإسكاس صوت الكنيسة. أنا على طول أطالب بدولة المواطنة، دولة قانون، دولة انتماء، دولة ذات سيادة، دولة ما بها فساد إلى آخره. هل يمكن أيضا للاستيلاء على أملاك المسيحيين؟ نعم، يعني هل يمكن لهذه الخطوة أن تؤثر ليس فقط عليكم شخصيا وإنما على كامل المكون المسيحي في العراق؟ أكيدا هناك قلق كبير عند المسيحيين، وبدأوا أيضا يتساءلون ماذا سيكون مصيرنا إذا رئيسنا هيك عمل عبثا، فكم بالأحرى نحن سوف نعامل يعني. ونحن يعني بعد سقوط النظام كثير عانينا، مليون مسيحي هاجر، هذا رقم جدا كبير يعني، ولهذا هذا ممكن يدفع أو الهدف من سحب المرسوم بضغط من هذه الميليشيا هو لتهجير المسيحيين والاستحواذ على ممتلكاتهم وأملاكهم وأراضيهم. ذكرتم أن هناك أكثر من مليون مسيحي هاجر خلال 20 العام الماضية من العراق، اليوم كم بقي من المسيحيين في العراق؟ يعني هناك رقم تخميني لأن لا يوجد تعداد، 500,000، كنا 1.5 مليون، اليوم 500,000. نعم يعني المعروف تقريباً. نعم المعروف أن مقر الكنيسة الكلدانية هو في بغداد، ولكنكم قررتم بعد هذه الأزمة
أن تتركوا بغداد وتنتقلوا للإقامة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. هل كنتم تشعرون بضغوط أو تهديدات معينة دفعتكم إلى اتخاذ مثل هذا القرار؟ باتريرك العراق هاجر مرتين، المرة الأولى في زمن المغول هولاكو لما استولى على بغداد، فهو تحول إلى مراغة في إيران، من مراغة جاء إلى قلعة أربيل يعني في القرن الثاني عشر. واليوم أيضا أنا اضطريت أن أجي إلى أربيل، نوع من احتجاج على القرار الجائر يعني ضد الكنيسة، لأنه هو ما فقط أنا شخصي ولكن ضد الكنيسة وضد المسيحيين. وهذا الميليشيا قدم عدة دعاوى شكاوى ضدي بأنه أنا بعت أراضي وكنائس قديمة، وأنا لم أبيع شيئا، كيف نبيع كنائس قديمة هي تاريخنا وتراثنا يعني. وبعدين عدة دعاوى قذف وما قذف. أنا كرجل دين أنا لازم أنصح الناس، وأنا لازم يعني أدعو الناس إلى أن يكون حياتهم مستقيمة، أن يكون هناك خدمة، تحمل المسؤولية، وأرفض الفساد والاعتداء على حرية الناس أو أملاكهم. وهذا هو السبب أنا جيت احتجاج إلى أربيل، وليس لا هربا ولا خوفا من شيء. نعم، هناك من يقول أن إقليم كردستان يقوم بتصعيد هذه الأزمة والتوتر بينكم وبين الرئاسة العراقية، ما حقيقة مثل هذه الأقاويل؟ يعني مع الأسف هذه العقلية الشائعة ليس فقط بالعراق لكن بعموم البلدان العربية، عقلية المؤامرة، أنه أش ما يحصل هاي مؤامرة إسرائيلية، هاي سعودية، هاي إيرانية، هاي تركية. أنا أكون صريح معك، أبداً لا يوجد أي تأثير عليه، وأنا عمري ما استلمت قرش واحد من أي جهة كانت حكومية أو شخصية حتى يبقى قراري حر ومستقل، أبداً ما في أي شيء من هذا القبيل. لكن وهم استقبلوني في المطار، فأنا ذهبت شكرتهم من باب اللياقة، لكن أي تدخل وأي تصعيد وأي يعني تأثير علي ما في، لكن هذه قناعتي الوطنية وأيضا مسؤوليتي كقيادي في الكنيسة وكوطني لكل الحق، وأيضا ضميريا أنا دافع عن حقوق الناس كل العراقيين ويعرفوني مسيحيين يعني. نعم، إذن اليوم يعني بعد هذا الموضوع وبعد القرار الرئاسي بسحب تعيينكم، في نظركم ما هو المخرج أو الحل لهذا الوضع؟ لا ما يحتاج إلى لف ودوران. مرات تسمع فلان يقول تعالوا نصالح، كيف أنا أصالح مع شخص بهذا المستوى؟ يعني معناته أنا أعطيه شرعية. هو راح إلى الفاتيكان وسلل إلى المقابلة العامة في ساحة مار بطرس، ولما خرج عمل دعاية كبيرة أنه البابا استقبله، كان هناك سلام من الحرس السويسري، كان أيضا سلام ملائكي، ونحن نعرف السلام الملائكي والأحد أيضا. هو يدور على الشرعية حتى يغطي أفعاله. الموضوع العقدة موجودة أنه سحب هذا المرسوم، سحب من دون أي مسوغ قانوني دستوري، وأيضا يرجع المرسوم كما كان وأنا أرجع. يعني كله هيك شوية مثل لف ودوران، تعالوا نحل المشكلة. أبدا لن أعود إلى بغداد من دون أن يعاد الاعتبار إلى الكنيسة ويعاد إلى المرسوم، لأنه مني وعدي صعب وليس من أساقفة لكنائس أخرى أقل مني مرتبة. نعم، غبطة الكاردينال يعني فيما يتعلق بهذه المراسيم أو المرسوم الذي سحب منكم، هل جميع الطوائف والأديان الأخرى، رؤساء الطوائف والأديان الأخرى، لديهم أيضا هناك مراسيم تتعلق بتعيينهم؟ نعم، لأنه يعني الرئيس الأعلى ليس هنا بالعراق، لكن كل رئيس طائفة مطران حتى يكون له وصايا على أموال كنيسته له مرسوم، يعني هذا من زمان. يعني غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم،
شكرا لكم، وكنتم ضيفا على مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.